ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. معنا اتصال هاتفي عن مهرجان اجيال الغد، معا نكرمهم برعايه سعاده مدير عام التعليم بمنطقه مكه المكرمه الاستاذ محمد بن مهدي الحارثي، اقامه مركز حي الفيحاء امس الاول التابع لجمعيه مراكز الاحياء بمكه المكرمه برنامج مهرجان تكريم الطلاب الناجحين والمتفوقين والخريجين في المتوسط والثانوي والجامعي بحي الفيحاء، وشعار المهرجان تحت شعار اجيال الغد معا نكرمهم. للمزيد من القاء الضوء على هذا المهرجان يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الاستاذ المستشار الشيخ سعد بن حامد القرشي رئيس مركز حي الفيحاء. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك استاذي. بدايه حدثنا اكثر عن هذا المهرجان والهدف منه. بطبيعه الحال احتفل مركز حي الفيحاء بمسرح مدارس الفضل الاهليه بالحي يوم السبت الموافق 26/8 بتكريم الطلاب الناجحين والمتفوقين في مختلف المراحل الدراسية والتعليم الجامعي من أبناء سكان الحي، بحضور مدير مكتب تعليم شمال مكة الدكتور عبد الله الحارثي نيابة عن مدير عام تعليم منطقة مكة الأستاذ محمد الحارثي، وبحضور الملازم محمد العتيبي ممثلا من قسم شرطة التنعيم ممثلا عن مدير شرطة العاصمة المقدس العميد سعيد القرني، وبحضور قيادي غير عادي. هنأنا الناجحين والمتخرجين من الجامعات والمعاهد، كما أن مجلس الحي يبذل الغالي والنفيس من أجل خدمة السكان من خلال التواصل بينهم والعمل على الرقي بالحي، كما أن إقامة مهرجان تكريم الشباب المتفوقين هو بمثابة شكر وتقدير للطلاب الذين رفعوا رؤوس آبائهم بنجاحهم وتفوقهم في الدراسة، وأن نجاحهم يجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة علميا. نحن في هذه الدولة الكريمة التي تقدم كل ما لديها في خدمة التعليم وطلابه، ونحن في مركز الحي بادرنا بأن يكون هنالك مهرجان للكبار بمناسبة النجاح، واحتفال آخر أيضا للصغار في حديقة الحي، وهذه بمثابة هدية من المركز للناجحين والمتفوقين. جميل. سعادة المستشار، يعني ايش ايضا كانت الفعاليات اللي قدمتوها للناجحين والمتفوقين؟ نحن في إدارة مركز حي الفيحاء الحاضرون وكذلك من سبقنا من الرواد لم نقف يوما على إطلال الفشل نبكي، ولا غرنا نجاح أن نلزم عتبته ونركن إليه في رحلة عمل لخدمة المجتمع مليئة بالمر والحلو وبالسلب والإيجاب وبالفشل والنجاح. كنا ولا نزال نعيد حساباتنا، كان من حساباتنا هم الشباب أجيال الغد. جميل. معول بناء المستقبل في زمن حاضر المجد سلمان الحزم سلمان العزم سلمان الغد الواعد بإذن الله. لذا فالخير يجري في ركاب الفيحاء برجال الحي، كل حسب استطاعته بالجهد والمال والفكر والعلم والثقافة والهندسة والطب والإعلام والتوعية والرياضة والدعوة، كل متعاون مع مركز الحي تحت مظلة جمعية مراكز الأحياء. كان البرنامج حقيقة الذي أقيم الذي هو مهرجان الشباب المتفوقين حافل بتقديم الأستاذ المذيع البارع حقيقة الأستاذ عادل بارباع، قدم في هذا البرنامج فقرات جدا جميلة كانت مليئة بكلمات من أهالي الحي ومن رئيس المركز ومن الراعي الدكتور عبد الله الحارثي مدير تعليم شمال مكة، وكذلك مجلس حجازي ترحيبي بالضيوف، وكان هنالك لمحة عن الرؤى وتطلعات المركز الحي، وكان هنالك مشهد تمثيلي بعنوان حينا يجمعنا بقيادة أحد الفرق التطوعية بجمعية مراكز الأحياء، وكان أيضا في البرنامج عرض للدفاع عن النفس في لعبة الجودو مع كوكبة من نادي الحي بمدرسة ثانوية الحكم بن هشام تحت إشراف الكابتن حسن الجيزاني مدرب منتخب الأمن العام في لعبة الجودو، وتخلل البرنامج أيضا مسيرة للطلاب وقص كعكة النجاح، وكان هنالك تكريم جميل لأكثر من 130 طالب ما بين متخرج من الجامعة أو من المعاهد الصناعية أو الفنية والمتفوقين في الجامعة، وكذلك المتخرجين من كافة المراحل من المرحلة الابتدائية من المتوسط من الثانوي. هذا باختصار مجمل برنامج تكريم الشباب المتفوقين. وهنالك البرنامج الآخر وهو برنامج تكريم أطفال الحي
كان هذا في اليوم الثاني وهو يوم الأحد الموافق 27/8 أي ليلة البارح. والحقيقة كانت الحديقة العامة في الحي حضر العديد من العوائل، أمهات الطالبات والطلاب المرحلة الابتدائية والتمهيدي وأبائهم. كانت ليلة جدا جميلة، تخلل برنامجها فقرة عن الناجحين وفقرة عن شهر رمضان وفقرة عن سلمان الحزم، مسابقات قدمنا ما يقارب 100 شهادة شكر وتقدير لأولياء الأمور لرعايتهم لأبنائهم، وقدمنا لهم أيضا هدايا، قدمنا ما يقارب 500 هدية للمشاركين في المسابقات وأبناء الحي. كانت ليلة جميلة، شاهدنا ولمسنا يعني دور المركز، مركز الحي ما بين الأهالي في التواصل المجتمعي ومثل في مثل هذه المناسبة. أكيد يديكم العافية سعادة المستشار الشيخ سعد بن حامد القرشي رئيس مركز حي الفيحاء على جهودكم المبذولة، شكرا لك. أكيد يعطيك. نعم. شكرا لك على جهودكم المبذولة وشكرا على مشاركتكم معنا هذه اللحظات الجميلة. إذا سمحتي لي بس أحب أقدم شكر تفضل سريعا مشاركتي. طبعا أقدم الشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة الفاعلين في تنفيذ المهرجان، الأستاذ فيصل محمد الحازم والأستاذ منصور الحجيري والأستاذ أحمد الردادي والأستاذ إبراهيم المسرحي والأستاذ حسين الجهني والأستاذ توفيق الجمل وعمدة الحي الأستاذ فؤاد الرويثي والسكرتير الخاص عماد عبد العزيز عمار عبد العزيز. كما أقدم الشكر لسعادة الدكتور عبد الله الحارثي مدير مكتب تعليم شمال مكة لحضوره نيابة عن مدير تعليم منطقة مكة الأستاذ محمد الحارثي. فالدكتور عبد الله حقيقة يعني أعطى أسمى غروب الوفاء برعاية الحفل، شجع العلم واحتضن المتفوق وحشد خالص جهده لذلك، فكان العلم في تكريم جميل. والأجيال في إبداع لخدمة الإنسانية وإسعاد البشرية، كل ذلك تحقق بتضافر الجهود. ما شاء الله تبارك. وسوف نواصل المشوار بكل الجد والبذل والإخلاص، وسوف ننتج بإذن الله في تحقيق النقلة المنشودة لشبابنا نحو العالم الأول إن شاء الله. شكرا لك سعادة المستشار الأولى وبرنامج حياتنا. شكرا لكم الفضل والسبق والدعم بالتأكيد. وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك سعادة المستشار على مشاركتكم هذه اللحظات. أكيد مشاهدين راجعين لكم نكمل ونبدأ فقرات برنامج حياتنا لكن بعد هذا الفاصل.